والله يا شباب ان روبلكس هذه فيها حاجات عجيبة غريبة، ألعاب أسطورية والله. أنا وين عن وين عن هذه الألعاب أنا؟ بس ما قدرت أحمل روبلكس بشكل صحيح وكنت أواجه مشاكل في تحميل اللعبة. الآن أقدر ألعب في أي وقت في أي لحظة وأي شيء. فضروري اكتبوا لي تحت في التعليقات إذا في ألعاب، اكتبوا أسماءها تحت في التعليقات. واليوم راح نلعب واحدة من أقوى الألعاب اسمها Forgotten Memories. لا تنسى تنشر المقطع لأصحابك عشان تكبر القناة وتتعس لايك وتتأكد أنكم فعل جرس التنبيهات. يوسف وين فوكسي؟ أدوها فوكسي. واللعبة شباب فيها ستوري بعد وقصة وكل شيء. هذول اللي معاي الآن كأني ألعب Resident Evil مو فناف. ولا ديوها هني في حادث صاير. What's going on here؟ أحس إني يعني كأني ألعب Resident Evil. Maze mode. كم قسون؟ أوه في مود المتاهة. مكتوب قريبا مو الحين. أيوة نايت 1. نبغى النايت 1 حبة حبة. Help wanted. تونيز. واو في ستوري. أوه ماي جاد متعب عليها اللعبة ترى. إخراج فيه. أقعد. وين هو انا؟ هذا انا؟ لا مو انا ذا. طاف المسجل. اوكي قربنا نوصل يقول. مو واثقين في المكان اللي اروح له. يس. It's a pretty simple job considering the fact that I'm trying to save up for a new. Yeah. For a new whip. كلهم رايحين للوظيفة. Didn't mean to flex how much more money I have. Huh? You and your whopping bank account total of $5,000? Yeah, okay. $5,000 more than you're rolling with. Oh, really? Me and you both know, bro. Ugh, can you guys shut up already? And I think that's the place. Yikes, looks like Todd's house. ضحكوا وهم يتكلموا. دخلنا شباب البيتزا. مطعم البيتزا. وات فرادي يلا متى بلعب؟ الساعة 12 وال صدقوني انه في اخراج وحركات مو متعود عليها انا دي. واو واو وش يسوي؟ لحظة انتون حقيقيين تتكلموا؟ لا لا الاولى فوكسي كيف ما هذا محل فوكسي ما اشوف تشوفوا واو لحظه كيف اطلع ايوه باور جنريشن يما المكان يخوف وش الخطه فنتريشن ريسيت ان ذس واي اوكي الفنتات اذا تبي تسوي اعاده تشغيل الفنتات في هذا الطريق والله اللعبه مو سهله Beware Wild Freddy انتبه من فريدي اوكي مكان كبير بوني ساعة كم مو حاطين وقت لا انا المفروض امشي ياهم انا المفروض امشي ياهم يا شباب اوه هذا ال اقدر اسوي شيء هنا وش الفلاش لايت ده ضعيف والله ضعيف ايوه تعال 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 انا وش سويت انا او ستارة ستارة دي صح ستارة فوكسي دي يا كابتن وش الخطة والله لا الحقك اوه وال يا شباب اسكر البيبان هني ممكن اعرف الساعة كم؟ ايوه دي هالساعة دي هالساعة الساعة 3 الوقت يمشي زين 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 طيب يوسف سكر يتكلموا عدل الساعة 3 لا ول اشوه الباور هذا ينقص لا يا غبي لا تفتح الباب وش فيك انت بيهجم لا لا الغبي
سكر علي الباب. وش في ذا الغبي؟ Beware more careful next time. ليستر. شباب الباب صفقني. سكر علي ذا الغبي. اكمل. يا رب اكمل. اشو اكمل؟ باقي مرة اذا. الساعة 4. وشو ذا؟ والله بنخش. قوم 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 قوم. وشو هذا؟ 1 2. لا لا وش اللي صار؟ اه في واحد يتحرك هنا كأنه يوسف. قوم 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 قوم. من وين طالع انت يا حجية؟ ساعة كم؟ ساعة 5 باقي ساعة. واو 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 واو. 13 كم كاميرا واجد؟ 15. اوكي 15 كاميرا في شباب بس ولا كاميرا واضحة. يما وش الصوت؟ انا فاهم ليه. باقي نص ساعة. الامور طيبة. رادي جا من شوي والله العظيم ما اعطيته فرصة. تصميم غريب مو زي الفناف اللي مو تبع روبليكس. تحس في شيء غريب مختلف ومتعود. ولا لا 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 والي. لا في الصح في الصح. اشوا شافني بوني شباب في اخر لحظه. تعلفت به. يس والله غريبه اللعبه. الليله الاولى سهله ما في احد هجم. واو 300 دولار. دونيت. اوه تقدر اذا تقدر تتبرع في سوق هنا يا شباب. والله في حاجات غالية. Have good night. في شيء اشتريه. اوه ماي جاد وات ماستش. وش هالحاجات غالية مرة. تسخروا التون. السلام عليكم. بس اسعاركم مرة نار. عدلوا اسعاركم بعدين نتفاهم. شباب نخش على الليلة الخامسة الحين مرة على طول الليلة الخامسة. لأن لازم تشبكي مع الناس إذا تبغى الليلة الثانية أو شي. لازم تشبك مع ناس. ما في أحد. أوكي بدأنا. وال الليلة الخامسة يا شباب. طبعا كل ليلة شباب ترى فيها ستوري. ها أو الليلة الرابعة قصدي. الليلة الرابعة شباب يعني الليلة الثانية والثالثة سحبنا عليها. خليها في وقت ثاني. وات لا ليش سكرت السماعة؟ نبي نسمع يا الله. انتون ما تخلون. بحاول امشي هالمرة لان كحن حبست روحي. وال او نو. وال على طول يهجم. فرادي صار يدور. ادوني 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 اجين. الك 3 مرات تموت بعدين. السلام عليكم. This is beyond messed up. Why did I come back again? ما ادري. يوسف فلاتس. لا. ول. 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 Oh my god. على طول. ول. الباور يوسف انتبه. Where is Freddy ده يقول. انا خايف. وين هو؟ الباور يوسف. الباور يوسف. واو قريب. لا والله سكرت فرادي شباب. المشكلة اني صرفت. وال طالع الباور. This is beyond messed up. Why did I come back again?
لا يوسف روح الفنت يوسف ما اشوف وين الفنت لا اوه ماي جاد ما اشوف ظلمه باقي مره ويطردوني من اللعبه لا والله انا مت شباب انا مت هذا زابن هني ابو الشباب تحرك زابن في زاويه شكله ما يجي له في هالمنطقه عنده جليتش ده ايوه هذا يتحرك حرفيا انا مت شباب بس خلينا نشوف كيف بيفوزوا دولة ايه انا كنت ابي ادخل الفنت يا شباب هذه طالع سجد سجود وال في واحد مات مسكين حزين ده ما اعرف وش يسوي هذا حاله من حالي صدقوا قال والله هذا اخر يوم انا اشتغل في هالمكان وال 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 قطع راسه هذا منخش وراه هناك مات قدامه يا الله سوي له انعاش انقذه ادخل 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 مسكين والله يقعد له متى ذا لحظة فيه اوه عاش من جديد الله يرحمه كان رجال طيب في واحد اسمه محمد يلعب يانا شباب فوزوا يلا فوزوا وال مؤثرة الصوتية حق اللي هو The Joy of the Creation وال الوقت بطيء شباب شوف الساعة كم بعديه حتى ما جي ثلاث لا برو صوته يضحك ذا طريقة الاختباء ضحك سجود عنده ذا خلاص بس واحد يقدر يدخل يا بيموت ده وال شافه وال قتل على طول ما يتفاهموا ادوها انا ميت انا بنت كيف ناخذ هذا السكن هذا انا شباب كيف انا صرت في السكن ده يا شدابه كنت قاعد ما تميت مو ميت انا شباب قاعد اكو قاعد يولع ويطفي في عيونه ها طالع جاهل لحظة والله لا ممكن تقومي نايمة مسترخية طالع فوق شوفوا انا كيف صادوني شباب قاعد ادور على الفنت بس ما ادري فوين وال خسروا شباب كلهم ماتوا شكرا على المشاهدة لا تنسى الان تتأكد انكم فعل جرس التنبيهات وتدعس لايك في هذا المقطع ومع السلامة